اقترب 25 من آذار موعد بدء المحاكمات في المحكمة الخاصة بلبنان، وبدأت في المقابل حملة جديدة تستهدف المحكمة ومصداقيتها المستمرة منذ 8 سنوات. شكلت صحيفة الأخبار رأس الحربة الإعلامية لقوى 8 من آذار في حربها المفتوحة على المحكمة الدولية. الحملة الجديدة بدأت بنشر صور وأسماء لشهود في المحكمة، ما اعتبر تهديدا للشهود بحياتهم وأرزاقهم في عملية منظمة تستهدف العدالة وحماية استمرار الاغتيال السياسي. اللي حصل في الأيام السابقة لا يعتبر هجوم ضد المحكمة بس فقط، يعني يعتبر كهجوم ضد الشهود. دي النقطة اللي احنا اللي مخلينا في المحكمة ان احنا نقدر ناخد موقف، يعني نقدر نقول موقف جامد شوية. المتضررون من بدء المحاكمات كثر، وغياب الحكومة عن دورها في جلب المتهمين سمح بالتطاول على العدالة من دون رادع. يقتضي على الدولة اللبنانية أن تقوم بواجباتها لجهة ربما تسليم من يعتدوا على المحكمة أقله بالتحقير، أو تعتبر فعل مسيء فعلا لحياة الشهود لما بيعطوا أدرس كامل عن هالشهود ربما يعرضون للقتل. المحكمة تحركت وأرسلت كتابا إلى الأخبار بعدما نشرت بوضوح أسماء وعناوين لمن سمتهم شهودا. أنا طبعا كناطق رسمي في المحكمة ما أعرفش إن هالأشخاص دول طلعوا في جريدة الأخبار أو في أي جريدة سابقة نشرت اسم الشهود. موقف المحكمة ليس فقط ضد جريدة الأخبار بس ضد أي جريدة أو أي قناة تلفزيون أو أي صحيفة تنشر أشياء سرية تهم بالذات هي، لو أشياء سرية تهم الشهود. مقالات لا تؤكد أن الشهود جديا رح يمثلوا ربما بسبب التهديد، وما نشر صورهم هو شيء من هذا القبيل. مصادر مطلعة قالت أن وتيرة الهجوم على المحكمة ستزداد خلال الشهرين المقبلين، ولكن البدء بالمحاكمات سيؤكد من جديد أن قافلة العدالة تسير.